ونتوقف مع حضراتكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا إلهام دمر وشكرا محمد عبد الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول عائمات خدمات تموين السفن في منطقة انتظار ميناء بورسعيد، وذلك للبدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدخول خدمة تموين السفن لحيز التنفيذ، وذلك خلال أيام. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية وتمويل السفن، وأن تصبح مركزا رائدا لتداول الطاقة، ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية أسوة بالمراكز العالمية في تموين السفن بسنغافورة والفجيرة وروتردام. سلم وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الرخصة الأولى في مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لإحدى الشركات العالمية والتي تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد. أكد وزير البترول طارق الملا على أن تسليم الرخصة الأولى في هذا النشاط هو بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق لقناة السويس الحيوي، وهي خطوة هامة للبناء عليها والانطلاق في هذا الإطار. إلى البورصة المصرية، وفيها سجلت المؤشرات ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، بينما مالت تعاملات المؤسسات المحلية نحو البيع، وارتفع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,134 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 17,270 نقطة، مرتفعا بما نسبته 57%، ليصل إلى مستوى 17,369 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان عند مستوى 3,061 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.17%، ليغلق عند مستوى 3,097 نقطة. كما فتح مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان عند 4,641 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.17%، ليغلق عند مستوى 4,695 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض مكتفي أثر البورصات العالمية بعدما أظهر تقرير هبوط معنويات المستهلكين الأمريكيين في مايو لأدنى مستوى في 6 أشهر، معززا المشاعر السلبية تجاه محادثات سقف الدين العام للولايات المتحدة. فيها انخفض المؤشر السعودي أيضا ب4%، بينما تراجع المؤشر القطري 7%. وفي الكويت تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 74%، في حين صعد المؤشر العام لسوق البحرين بنسبة 22%. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع محمد عبد الله وإلهام نمر. أشكرك جزيلا مصطفى ميزار.